لا سيسم كاكا. الواد ده بيعمل عظمة يا جماعة، بطاطسايا هيحمرها معروفة، بس يا ترى هيطبخ مع البطاطس المحمرة اللي كلنا بنعشقها ايه؟ أو لبس بدلة الغطس ايه؟ يعمل بلح البحر، لم لم لم. طب غطست ليه؟ ما هو على الشط اهو. جمع بلح البحر طبعا، بلح بيتغسل وبيتنضف كويس جدا من القشور، وبعدين طبعا بينشف البطاطس، دي حاجة ما بنعملهاش، بيسخن الزيت، حمر حمر حمر، بصلاية وقطعها، ده بيعمل كده بلح البحر يا جماعة، بصلاية وقطعها في حتة زبدة. استاذ ورئيس قسم انا صح. وخضار غريب هو ايه ما نعرفش، شكله بقدونس، شويه زيت زيتون مع بلح البحر واغلي، وطبعا بيجهز بلح البحر ده شويه بقى ايه، بقدونس، حمر البطاطس وجهز بلح البحر. بلح البحر ده يا جماعه من الاكلات الجميله والطعمه جدا، واعتقد المشهوره في بورسعيد. حكايه حكايه، هات حته بقى، هات حته، هات حته. اه سلام، روعه.